ناخذهم مع بعضنا. ضروري يا رب. شو عم تعمل هون انتو يا؟ عليك الداس. عم نعطيهم الحليبات اللي وصى علينا ابو عامر. اعطيتوهم ياهو؟ ايه. يلا درمي من هون انتو يا ورجينا عرض كتافة. شو بك لك الداس؟ الواحد بيقول يسلموا والله معكم، شو بك؟ الله معكم، ورجينا عرض كتافة. حايا احمر! حليب! 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 امّا علينا حبيبك يا رب! حليب! حليب! مين؟ قداس! خير، شو بدك؟ شو بك لك فوزية؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ هلا خلصتني، قل لي شو بدك؟ مش عم بيكون غراض ولحمة بعتهم أبو عامر؟ هاتهم. مصاري وبتجي. مصاري شو اللي بدك اياه هون؟ لسه من يومين حطيتك مصاري بكفوا مصروف عيلة شهر كامل. ايه خلصوا، انت ما عم تفهمي علي، فوتي جيبي مصاري هلا وتعي. خلص خلص بهاليومين بس هلا روح بص ايدك روح. بدي هلا فوزية هلا بدي. خلص قلت لك رح اعمل لك روح هلا روح. فوزية مع مين إلك ساعة عم تحكي؟ هذا الحلاب جاب الحليبات وكنت عم بستناه لحتى اعبي لي اياها.